الحقيقة يا باشمهندس أنا يعني آسف على الإطالة، ولكن وآسف يعني لوقت حضرتك، ولكن يعني أختم مع حضرتك بيه إن طبعا في ظل جائحة كورونا في عمالة كتير قوي تضررت، وطبعا يعني كانوا بيشتغلوا بعدين بقوا ما بيشتغلوش وقعدوا في البيت طبعا زي ما حضرتك عارف. فإزاي نقدر ممكن نعوض هؤلاء قلة العمالة وممكن نقدم لهم الدعم المادي إزاي يعني؟ شوف يعني انا بس عايز اوجه الشباب المصري ايا كان بقى، يعني انت مشكلتك مش في انك مش لاقي شغل، مشكلتك في انك ما عندكش هويه العمل. يعني انا لما اسال حضرتك انت اسمك ايه؟ هتقول لي اسمي كذا. لما اقول لك بتشتغل ايه؟ هتقول لي انا بشتغل كذا. انتهت المشاكل اصلا. لاني لو انا اعلم لك عمل يبقى انا ساجد لك فرصه عمل. اما في حاله انك تقول لي انا والله بشتغل اي حاجه، انا ممكن اشتغل اي شيء، انا ما اعرفش، ما عنديش تفسير لهذا الامر. انصح الشباب المصري باتخاذ عمل كهويه، انا بشتغل كذا. ما ينفعش حد يجي يسالك انت بتشتغل ايه؟ يقول يعني يرد يقول انا ممكن اشتغل اي حاجه، اي حاجه ازاي؟ يعني هل مصور في تلفزيون؟ هل دكتور؟ هل كذا؟ لا، لو سمحت حدد مهنه معينه حتى استطيع مساعده. مظبوط. وزاره القوى العامله عملت حاجه جديده وانا بحييها متمثله السيد وزير القوى العامله. عملت حاجه اسمها تسجيل لبيانات العماله الغير منتظمه، عشان يسجلوا الناس دي يعرفوا مين صنايعي، من مين عامل، من مين سباك، من مين دهان، من مين كذا، يصنفوهم تصنيف ويعرفوا كمان يعني اعدادهم بالظبط. الموضوع ده يعني طالما وجدت احصائيه، طالما وجد حل لهؤلاء. عدم وجود احصائيات بتسبب مشاكل كبيره جدا في ان احنا ما نعرفش احنا عندنا كم سباك، كم دهان، كم ميكانيكي، كم كذا. فده هيكون هتكون قاعده بيانات قويه جدا خلال الفتره القادمه، وده حل من الحلول. النقطة الثانية الأهم أرجو تحديد مهنة. النقطة الأهم أنت راجل لما بتحدد المهنة وتتوجه لي عشان تلاقي فرصة عمل، توجه للقنوات الشرعية أو لشركات إلحاق العمالة المرخصة، وتجنب أنك تلاقي واحد في الشارع على قهوة أو على أي مكان بيقول لك والله أنا ممكن أوجد لك فرصة عمل، فبالتالي هتتعرض لمشاكل. انت مزبوط. توجه شركات التوظيف المرخصه الرسميه المعروفه و يعني تتاكد من ده عن طريق مديريات القوى العامله المنتشره في جميع انحاء الجمهوريه، او عن طريقنا ترجع لنا في شعبه الحق العماله في الغرفه التجاريه، وانا جاهز ان انا ارد على اي اسئله. يمكن انا دونت حضرتك صفحه على الفيسبوك، صفحتي الشخصيه موجوده معروفه، وفي صفحه اسمها خدمه الجاليات المصريه بالخارج، ونصح وارشاد راغبي العمل بالخارج، حتى نستطيع مساعده الشباب المصري انه لما يسال سؤال يقدر يلاقي الاجابه صح، ويلاقي اجابه من خلال متخصصين وخلال رسميين. انما يعني انت هتقول لي والله انا بشتغل اي حاجه، انا للاسف. النقطه الثانيه بنصح الشباب المصري اللي يجي له فرصه عمل، برضه ده مهم جدا، مش فقط اللي مش لاقي فرصة عمل، اللي يجيله فرصة عمل في الخارج لابد وحتما انه يطلع على العقد اطلاع جيد ويقرأ النقاط بطريقة عشان جيدة، عشان ساعات بيبقى فيه بنود فعلا مختلف صح. وان لم يكن لديه الخبرة او الدراية يرجع لنا، وممكن يبعث لنا الصورة من العقد بتاعه على صفحتنا، واحنا بنطلع عليها وبنطلب فيه نقاط كذا كذا. لاني انا بيجي لي بعض المشاكل من الخارج، اقربها امس دكتورة مش حد يعني حد مثلا يعني غير تعليمه عالي مهنة تانية يعني يعني في مشكلة كبيرة جدا بسبب نقاط العقد بتاعها. فأرجو أرجو أرجو انه يتم الاطلاع على التعاقد، لاني انا هقول لحضرتك على مفاجاه جميله جدا. المملكه العربيه السعوديه لغت نظام الكفيل، ولكن استبدلته بالتعاقد. فان كان التعاقد جيد انت هتعيش بطريقه جيده ومزاجك كويس جدا خلال فتره عملك في المملكه العربيه السعوديه. طب انت لو نقاط العقد بتاعك مش في صالحك انت هتقع في مشكله.
لان مظبوط، انت فعشان كده التعاقد هو عادي الاساس، ما عادش في حاجه اسمها كفيل، ما عادش في حاجه اسمها انه يمنعك انك تنقل على شركه ثانيه في حاله انهاء تعاقدك. فنرجو من يا رب. المواطنين المصريين الانتباه ومعرفه حقوقهم وما عليهم من واجبات، لان مهم جدا انك تعرف كمان ما عليك من واجبات عشان تقوم بها على اعلى مستوى. مستوى صح. مظبوط جدا يا باشمهندس، طبعا الكلام حضرتك قلته، واحنا طبعا شايفين هذا الجهد اللي حضرتكم يعني بتقوموا بيه وشاكرين عليه طبعا، وان شاء الله كده نرى شبابنا في افضل حال، ونرى ان هم كل الشباب يعني يتخرجوا يحاولوا زي ما حضرتك اوضحت لهم هذه المعلومات القيمه، وان شاء الله نراهم في افضل وافضل الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا بشكرك جدا الحقيقه على وقت حضرتك وعلى تشريفك لينا، وان شاء الله كده هتنتهي جائحه كورونا دي بخير، ونلتقي بقى مع حضرتك في الاستوديو علشان نتكلم برضو في هذه المواضيع اكتر واكتر باستفاضه يا رب ان شاء الله. دوما بكون سعيد وانا معاك، واحنا بندي شيء جيد للشعب المصري وللشباب المصري. شكرا جدا وشكرا. بشكرك جدا المهندس عبد الرحيم المرسي، عضو مجلس اداره شعبه الحاقه العماله المصريه بالخارج بالغرفه التجاريه، بشكرك شكرا جزيلا.